غادي الامر غير الله يحفظ مع الله يسر. انا نقولك الحقيقه نقتل البلاد نقتل البلاد، راه عندك عندك السلطه وراه الدستور عطيك السلطه والشعب عطيك السلطه باش تحكم بالعدل وباش تنصف ولاد الشعب في حقوقهم باش ترفد الظلم والحكره من البلاد وترفع ترافيق التهم وترفع الهشاشه وتفقر الوطن ديالنا راه جنه في الارض. قتل البلاد رئيس الدوله راه عندك السواد الخير، احنا قلناها لك، احنا بغيناك في الاصلاح، احنا ما كنصفقوا لحد ما كنطبلوا ما كنزمروا لحد، راه مصلحه الوطن ديالنا مصلحتي انا ومصلحه الشعب مصلحه الوطن مصلحتك حتى انت، وراه العدل اساس الملك، راه من اللي درتي العدل وطبقتي العدل في البلاد وطبقتي الانصاف في البلاد راه مزيانك حتى انت، حتى انت غتزيان لك انت الامور، حتى انت غتبقى تمشي مروح، وحتى انت غتحترم في العالم وتحترم مع الشعب، احترم الشعب والشعب يحترمك والعالم يحترمك، خدم مع الشعب انت كرئيس دوله ونزل بالصرامه، ما كانش باك صاحبي ولا كانش انا مجيت فلان ما تعقل على حتى شي واحد اللي عكرز عليه خرا غتيدوز السجن، واللي عمر السجون هما الفساد والفاسدين والمسؤولين الفاشلين والموظفين الفاشلين، هذا هما اللي عمر السجون ماشي ولاد الشعب. حريه التعبير من حق المواطن يعبر، من حق المواطن يفتح الفساد، من حق المواطن يهضر بالحريه ديالو، من حقه هذا وطن ديالو يهضر على ثرواته يهضر على المفسوديه يهضر على الحياه كيفاش كيعيشها، من حقه يفضح، لان الفضح لو ما كانش الفساد ما كانش ما كانش غادي يفتح، لكن هذاك المواطن عنده حقه وعنده وعايش بالنعم ديالو وعايش بالثروات ديالو وعايش بجميع الحقوق ديالو، ما مظلوم في حتى حق من حقه لا هو ولا ولاده ولا عائلته ولا الجميع ولا الشعب، راه حتى واحد ما غيهضر محمد السادس، حتى واحد ما غادي يقول لك اودي العام فريا ولا انت فريا ولا داير فريا، راه بالسيف الوطن راه غادي غير المشاريع. انا محمد السادس باش نكون معك صريح ونكون معك واقعي، هادشي راه كيعرفوا العالم ماشي غير هنايا، بزاف هز علينا شي شويه ديال اعطي امرك، قلنا لك مليون امر راه كنهضروا معاك، اعطي امرك وفتح علينا ذاك الحكومه ديال الشحبه مع غير الشحبه الحكومه والبرنامج، فتحهم ودوزهم للقضاء، الا كنتي مالك عادل ولا كنتي باغي الانصاف وباغي كتبغي الشعب بصح وكتبغي الوطن وباغي تخدم، حنا كنقول لك غير خدم معنا، حنا ما طلبنا منك والو، طلبنا منك غير خدم معنا وطبق معنا وطبق المسؤوليه وتحديد المسؤوليه مع جميع الموظفين، حيد عليا الحصانه، شمن الحصانه؟ حصانه لمن كتخدم؟ الحصانه خصها تكون على الثروات وعلى الشعب، الحسنة تكون على الثروات وعلى الشعب، الشعب خصو يتحسن في الحقوق ديالو وتوصل حقوقهم، الثروات اللي محسنة الثروات والمال العام والخيرات هي اللي تكون محسنة وتكون عليها خطوط حمراء ممنوع شي واحد يأذيها، أما الموظفين فهم في خدمة سيادة الشعب وانتهى الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل تتمة الفيديو نبدأ عن مول القرطاسة وأسباب اعتقاله. لقد قررت النيابة العامة متابعة اليوتيوبر المعروف بمول القرطاسة في حالة اعتقال، وأمرت بإيداعه السجن المحلي بوركايز بفاس، وذلك على خلفية مواجهته لتهم ثقيلة تتعلق بالتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم والتحريض على ارتكاب جنايات أو جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية والإساءة وإهانة هيئة دستورية عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. شكرا لكم على البارطاج، بارطاجوا جروبات المجموعات ما تخسر والو، كلشي بليك الحمد لله، على الاقل فرض غير السياده ديالك انت كولد الشعب، غير اعطي الحريه لراسك وكون حر مع راساتك، بارطاجي مع راساتك اصوات من اصوات الشعب، انشر سميتو فضح الظالمين، فضح المجرمين، انشر المظلوميه ديال ولاد الشعب، وفرض السياده ديالك في الصفحه ديالك، راه الصفحه ديالك راه تشهد في التاريخ، ماشي تشد تنشر غير التفاهات وتسكت على الظالمين، وراه التاريخ ما غيرحمكش انت كولد الشعب، راه انت مسؤول، كنا مسؤولين في هذه البلاد، راه حنا كنا مسؤولين، مسؤولين ما نسكتوش للفساد والمجرمين والعصابات والعملاء ديال النظام الفرنسي اللي هما مدعش على ثرواتنا وكيدمر فينا، اللي هما محطوطين في وسط المناصب ومحطوطين هما اللي كيعطيو الاوامر للتفقير والهشاشه والترافيق ديال التهم، هما الاعداء هما الانفصاليين هذا الجلاد القتلى والمجرمين، هذوك هما العملاء ديال النظام الفرنسي ومازال مدعشين على ثرواتنا ليومنا هذا. بركه من السكوت اللي ما دار حنا كشعب كمغاربه، حتى حنا عندنا دور نلعبوه، دور هي نتحدوا، اي واحد مظلوم نوضوا عليه القيامه وانتهى الكلام، سالينا الموضوع شنو غيوقع من بعد، شنو غيوقع انت مدمر ما عندكش مسروقك حقوقك، نوض القيامه نوضوا القيامه نتحدوا كنا باش نجيبوا كربنا ونجيبوا السياده ديالنا ونجيبوا نقطعوا الاخطبوط ونخليوا ثرواتنا نتنعموا بها ويتنعموا بها الاجيال اللي جايه باش نكونوا رجالا ونساء في وطننا، والتاريخ غادي يذكرنا والعالم غادي كي قالوا الله العالم غادي يشهد لها الرجوليه ديالنا اللي درناها في عهد محمد السادس. حنا قلنا لكم حنا بغينا محمد السادس يكون معنا ويخدم معنا، عنده شي امور اللي يخدمها، عنده دستوريا من حقه يحكم الشفاره ويحكم الديكتاتوريا، من حقه
لان هذاك الدستور عطيها له من حقه يعاقبنا اي مجرم اي، ولانه هو رئيس الدوله هو المسؤول الاول والاخير، من حقه ما يمشوش ولاد الشعب للحباسات هباء منثورا، من حقه الا سكت على هذا الشيء كيتحمل المسؤوليه كرئيس دوله كملك المغاربه، لان التلافيق التهم كتحمل فيها محمد السادس سميتو كتحمل فيها المسؤوليه ما كتحملش فيها الشعب، وحنا الشعب كنتحملوا هي اللي سكتنا على الفساد والفاسدين. كل واحد يلعب الدور ديالو باش ننقذوا الوطن ديالنا في هذه البلاد، وانتهى الكلام. كل واحد يلعب الدور ديالو من جهته من الزاويه ديالو، ما نبقاوش مربعين يدينا ومكتفين يدينا وساكتين، كنخليو المجرمين والعصابات يديو واحد تيل والاخر. غدا غدا غيجيو عندك تنطروا غيهزوا قدام ولادك ما تهضر، لان انت ما هضرتيش على ذاك ولاد الشعب اللي كانوا كيتظلموا قدام عيونك واللي كانت ثروات كتمشي لك من تحت رجليك، اللي انت جن الوطن ديالك جن عندك الفوسفات اللي عايش في 100 عام، عندك الزنك، عندك الخيرات الذهب، عندك الفضه، عندك الكنوز في هذا الوطن المغربي راه جنة في الارض، عندك جوج البحور وما كتاكلش الحوت، عندك الخيرات وما كتستنفع بوالو، ما عندك لا سبيطار النهار اللي كتسمرات كتمشي حتى كتموت حتى كتخنس. وبا اكثرنا هذا الشيء راه في الدلائل ديال الفيديوهات وشناها وشنا عائلتنا اللي هما اللي مات منهم كاع، اللي مسكين ما لحقش حتى العلاج، عيا ما يسبقوا جريف التعليمات. هذا الشيء كتشوفوه انتم كتعيشوا انتم، حتى السكن ما عندنا لا سكن لا توسع، عايشين لاجئين وبرانيين في وطننا، وكاينين عصابات اللي دايرين الالاف الهكتارات ودايرين الفرم ودايرين القصور ودايرين ودايرين بثروات وثروات وحقي وحقك وبالسكوت ديالي والمدله هي اللي جعلتك باش تبقى مفقر مدمر. عندنا التعليم ولا كيتضرب التعليم اللي هو اساس اللي هو اساس الوطن اللي هو عمود الفقر هو التعليم، التعليم اللي منه كيخرجوا جميع الموظفين، كيخرج منه جميع الشرائح ديال ولاد الشعب اللي كيكونوا مثقفين و و و التعليم اللي ضربوه بداو كيضربوه، بداو كيخوصوه لنا وبداو كيضربوا لنا التعليم، بداو كيهرسوه بالسكوت ديالنا، بداو كيديروا علينا قرارات اللي هي بالسكوت ديالنا، بداو كيدخلوا لنا الصياهين اللي كيدخلوا لنا كيدخلوا لنا البلاد ديالنا اللي حنا اللي حنا اللي هما الصياهين اعداء الانسانيه اللي كيقتلوا اخواننا الفلسطينيين، ولاو كيدخلوهم ويدوزوا لهم قرارات ويعطيوهم اللي بغاو بالسكوت ديالو ديال كولد الشعب. بزاف الامور اللي حنا كنتحملوا فيها المسؤوليه كشعب كمغاربه، اما حباس كون كنا شعبا واحدا اي حاجه تدخل وما تعجبناش او شي قرار يدوز قدامنا حباس كنا نوقفوا وقفه رجل واحد بالملايين ماشي بالالاف. كلنا حنا كنلغيو هذا الشيء، ذاك الساعه غيتلغى لان السياده هو الشعب، ماشي انت ساكت ومربع يدك وانا ماشي شغلي وانا عام انا ودخل سوق راسك وشكون انت وكذا، هاد المزعبلات وهاد الريتينيات وهاد الفساد والمفسوديه بيناتنا. شكون انت؟ انا هو الوطن. شكون انت؟ انت خويا لا تقاسي تقاسي في غدا. هكا خصنا نكونوا، اللي يسري عليك يسري عليا، واللي ضرك يضر لي، واللي يسعدك يسعد لي، كيما جميع الشعوب اللي كيتقاس مواطن كينوضوا عليه القيامه. شوف ذاك الميريكاني في 2020 في كورونا، ذاك الميريكاني اللي قبض ذاك الاسود واصطدم له ميريكاني واصطدم له على عنقه وقتله، وذاك المواطن صورته ولحته في التواصل الاجتماعي، ناضت ميريكان كلها قلبت السفاعله عليها، كلهم قلبوا السفاعله عليها وفي التالي ولاو كيركعوا لهم، الدوله ديال ميريكان كلها النظام ديال ميريكان كله ولا كيركع للشعب. وفي التالي شدوا ذاك المواطنه اللي ماتت لبس الزوج ديالها وعطاوها ما عرف شحال مليار وعطاوها وطلبوا الاعتذار من الشعب ديال الميريكان، هذا النظام الامريكاني. وفي التالي قبضوا ذاك الامني قبضوه وداوه وحكموا عليه بالمؤبد ولا ما عرفوش نعطيوه المؤبد ولا الاعدام، حكموا عليه. علاش؟ لان السياده الشعب كون الشعب سكت كون الشعب سكت كون هزوا لما ذاك مسكين ذاك السيد اللي مات، كون هذاك البوليسي مازال غيقتل وحدين اخرين. هذا الشيء اللي وقع لنا حنا. علاش ما نوضوش القيامه بحال اي مواطن يتقبض نكونوا كلنا جسد واحد ونوضوا القيامه ونوضوا نوضه واحده بحال عبد الرحيم عنوز، بحال جعفر الرفاق ديالو، عبد العالي دريك، نور الدين عواس، طارق مهيب، مول القاسكين سليم الريسوني، الاقلام الحره ولات كتقبض، اولاد الشعب مدين من العام مدين ثروات كيطلبوا غير حقوق. هذا عبد المنى اللي مدهوس فيه اللي مليح دابا في تركيا، هو والام ديالو نجات محجوبه، علاش هذاك ماشي ولدنا؟ هذاك اللي دهست فيه القوات المساعده، علاش يدهسوا فيه ذاك العامل الجراد؟ لو كانت دوله ديمقراطيه هذاك العامل الجراد يجي يتحاكم ويجي يتحق، يجي المساءله معاه، يجي يدوز للقضاء. علاش ذاك الولد دهستوا فيه؟ شنو هو السبب اللي دهستوا فيه؟ ارنب التحقيقات. وهذاك اللي دهسوا يدوز للسجن، يمشي يأدي الواجب في السجن ويدوز فيه هو، وذاك العامل يتساءل، يدوز يتساءل ويتحمل المسؤوليه، العامل والباشا وهي غاديه. علاش ما نفرضوا السياده ديالنا؟ علاش؟ علاش دابا هذا السكوت؟ علاش مربعين يدينا؟ وعلاش هنا ماشي شغلنا؟ حتى حنا كنلعبوا دور كبير في البلاد، راه 90% ديال التغيير الشعوب هما الشعوب، ماشي مربع يدك وقول لي السما غطي عليك، غطي عليك ذهبا وغطي عليك هذه، هذه الاسباب السي. ربي كيقول لك سبب في الرزق، شتي ما كتبغي ترزق؟ حنا ما كنبغيو نترزقوا وكنبغيو نصوروا ما ياكل ولادنا، راه والله ما تحركنا وكذا وتعبنا ودرنا هكا وهذا، والله لا جناها والله لا كليناها هكا. هذا هو المشروع، المشروع هو الامه، هو نوليو جسد واحد، نديروا الاسباب، نديروا الاسباب، نتحركوا، ديروا الاسباب، ماشي بنادم مربع يدو قاسب قبل اللي غير الكره وقبل اللي غير الريتينيه التافهه وما مسوقش وانا ماشي معاك وديرها كامل هاد البلاد، وهاد البلاد طلعت لي في راسي وهاد البلاد دايره وديش ما عطاتني والو. واش عطيتي انت؟ اش عطيتي انت؟ عطيتي شي حاجه لهاد البلاد؟ فرضتي السياده ديالك؟ هضرتي على حقوق؟ هضرتي على المظلومين اللي مظلومين؟ شنو درتي انت؟ قول لنا شنو درتي؟ ومن دير انت شي حاجه عاد ديك الساعه جا سيدي تاخذ الجواب، عاد تاخذ ديك الساعه تنتج.
باش نكونوا صراحة، نكونوا واقعيين، حنا خصنا نمشيو، حنا خصنا نهضروا، حنا خصنا نتكلموا. واش بنادم ما كتلقاش شي هضره؟ واش القروفيات ما كتقلب بنادم؟ الاكثريه كتلقى بنادم داير غير التفاهات.